سلمتك يا عم، مش ذا ما اشوف زين. هذا عيد فاش حبيبك يا محمد. ارحب يا حبيبي، انت من العايدين وانت من السالمين. ليك دمت محايد، الله يعيدها لنا وعليكم بالصحة والعافية. ارحب يا ابو زيف، شو سعدك؟ احتزم والله اني معك في حر ولا براد، وجهي وجاهي مع طريقي الليمة. عليك التكالب سلامة بخير. أنا في رنين من العيدين. زين العيدية زينة. مش حالكم؟ أبو شكل تكيت وحضاري. أنا أمسي عليك بالخير. أبو شكل تكيت وحضاري فقط. الشين لك الله سبحانه. صراحة حاليا حنا الزين زين، عنك إن الزين زليل. أوه ما تحب الزين؟ كل شيء مزيون حلو. يعني لا مو مسكون كله حلو، مزيون حلو يعني نفس الكلمة. لكن كل شيء حلو محبوب. محبوب، يعني كنا محبوب. والله العظيم. الإنسان الجميل محبوب. السيارة الزينة محبوب. الناقة الزينة محبوب. البيت الزين محبوب. يعني كن الزين زين. فأنا قررت ما هو آتي، أمسي على كل شخص جميل. والله فقط على كتك على طيب طيبك. والله ان والله اني مبطي ما شريت عودة. عندي عودة شريتها من مكة يا ريجيل، من كثر ماني بحبها. يمكن اطيبها في الاسبوع مرتين، احط نقطة واخشها. ما حد يدري فاتح، لا والله ما حد يدري. ما نزلت لا في السناب ولا في تويتر. يا سعيد الفلاحي بندري، ايش قومك يوم العيد؟ ما صبر والله يوم العيد، ما فضيت والله ما فضيت يا حبيبي اني اصبر صراحة. رقدت حتى والله صلاة العيد ما صليتها، كنت تعبان. صليت الفجر قلت بنسدح، ماني براقد بنسدح. اي والله رقدت. اذكر اني جاني سعود اخوي قومني، قال ولد كم 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 كم، قلت روح لقض وجهك يا ولد يا ولد كم كم، قلت روح لقض وجهك إن كان ودك بالسلام. خلوني يوم جاء الساعة 9 أمي تقومني، ولد قم يا ولد، قلت توكلنا على الله. قمت ألف أخوي راقد في المقلط، سعود أخوي راقد في الغرفة، يا ولد ويش العلوم ويش العلوم؟ قال يا ولد توكل على الله. وعود أروح للصالح لدي أمي جالسة وجدتي وأسوقها في الفطور، وفي الفطور قال لي بقينا لك القدر. طبعا تخدم نفسك في البيت، الا ان عندنا خدام، عندنا والله عندنا خدام، لكن ها طرمه عجمه قليله ملح وقليله دبره، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تفهم الله يلعنها. احد يقول استاذر العنها، لعنت ام تلعن ابو جدك بعد انت. والله كذا اقسم بالله كذا انضغطت كذا يوم جاني. المهم واسوق هذا الفطور، يوم سكت هذا الفطور شبعت، قالت امي خلنا نروح نعيد. قلت وين؟ قالت
خلنا نروح. المهم ان اتفقنا ان العيد يكون قريب، تفاجأنا ان العيد صار. يعني طبعا اول شيء خوال امي مو امي من القبيلة، بس جدتي برا القبيلة، يعني خوال امي مو من قبيلتها، برا القبيلة وبعيد من عندها. اي الله الله. فانا تفاجأت كذا ان امي تقول ودني لخالتي، ما ادري وش اسمها، قلت خالتس ذيك؟ قالت نعم. يا ربي بعيد يا يوم، بعيد والله الشيء هذا. قالت طيب دق على خالك، ولا تدري روح زي الكلب. قلت لا انا محشوم شوي، يعني انا ضروري اني انحشم في هذه الفتره. يعني قالت لا انا ما ادري ويش وما ادري، وجدتي انفخت وامي انفخت، انا ما ادري ايش السالفه. اي والله شهد الله علي اني بس انا وانا ما يعني ما كنت شيء. قلت يلا شغلنا الموتر، قدنا طالعين من الديره، يعني تعدينا يمكن بيتنا ب 15 كيلو شوي، ولا خالي ناطحني يكبس لي. وقفت وين؟ قلت رايحين لخوال امي اللي هم خوالك. هايم في امي كذا، قال لا لا يا انفلع خليها بكره. قالت امي على خشبي شورك هدايت الله. والكلب اللي قبيل قلت امي لا لا خلاص اصلا ردنا البيت بنقيد. قلت لا يوم والله اني احتاجك الحين ودنا نروح نعيد. قالت لا ردني البيت. تم عبد وحطهم البيت واظهر واظهر واروح واروح لصديقي حبيبي ابو رجحة، يا رب قلبه هنا، وادق على ابو رجحة صديقي هذا. كان داشر اول ابو رجحة، كان دوشر دوشر تسلاب، أشتهر عندنا في الديرة بالفسق والدشرة، هذا اللي أنا أعرف عنه دوشر مر. وش اسمه تزوج، اي والله الله يجي تزوج، وكان يعني داشر باقي، هو متزوج داشر 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 لين جت رجحة. يقول يا أبو محمد جت رجحة تغيرت الحياة كاملة، تغيرت الحياة 180 درجة، رجحة حقيقية أقسم بالله أني صادق. إيه والله رجحة، إيه والله رجحة، تبون تشوفونه صديقي حبيبي. المهم الرجال داشر تلاب. المهم جاه بنته، انا يعني رب المصحف يشهد الله علي اني صادق. انا من كثر يعني ان يوم جاني العلم انصدمت، قلت ابو رجحة صديقي، ابو رجحة. قال ابو رجحة صديقك؟ قلت يا اخي مش معقول الكلام ذا، يمكن لي منه سنة ونص. توظف الرجال كده شو اسمه في وظيفة والعجي جديرة هنقطع. يا ولد انت، انا مستحي صدق، انا لازم اجيك. قال يا مرحبا والله مسهل. المهم وشغل الونيت وتبلا وجي في بيته. يا ولد الله مو بصديقي الرجل، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن زغوده عويناته ظهرت وصاير لطيف عقل بعد العرس. لا هو تزوج ويمكن جلس سنه ونص الى سنتين، هو يعني داشر تلاب، يعني هو يحب الدشره ويحب الدشير وكذا شوي. الا يا ولد ما 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 مو يعني صديقي اللي انا خابر، يوم جيت تلص غداته ورجحت عدي وتطيح وتعدي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا ماني مصدق. واسلم عليه وينشدني يا ولد انت شنو انت، والله ابشرك يا ربي لك الحمد اني طيب وبخير في الديره. قال الله يحييك يا ابو محمد. قلت الله يبكيك. قال انا بسافر.
كنت أسألك بالله أنت ما جيت إلا أمس بتسافر الحين تقطع 1300 كيلو خلال 24 ساعة. قال لي والله كنت ليه جيت؟ قال جيت عشان أسلم على أمي وبروح. كنت يا شيخ تبيني يعني نشوف لك إجازة ولا نشوف لك شيء؟ قال لا يا أبو محمد أنا لازم أروح دوامي وكذا. أوه كذا أطالع فيه يعني ودي أبتسي لين تبتسي علي. يا لبيك أبو رجعة. قال خلاص يا أبو محمد تغد كذا. وتغديت شربنا فنجان عنده. قلت يعني كيف ذا؟ قال أنت لازم أنك تنقلع. أنا بمشي. راح ورجع راح يعني خلاص صار راح يقول أنا خلاص ما عاد بي الناس. قلت يعني كيف يعني حتى أنا؟ قال أشوف أنت يعني أنا أحبك فأنت أشوفك أنا وأنا مستانس جدا المكان اللي أنت وصل لها وكذا بس يعني أنا ما عاد بي أحد. أي والله يقول هو يقول خلاص الناس دولة ولا عاد بي. يقول أبي بنيتي وأقعد ولا عاد بي شيء من الدنيا وما فيها. أيوة حتى أبو رجحة أنا أدق عليه أنا ما عادي يعني يرد علي. أبو رجحة أدق عليه ظافر أبو رجحة ما عندي دق علي ما يعني ما أشوف هو يشوف مكالمتي بس يعني ما عادي بي خلاص معني أنا ماني أنا عرفت في المجتمع اللي أنا فيه باللطافة. بقى هذا هو يا حبيبي والله ليش ما يرد ما أدري بس هو أنا حس ذاك اليوم يعني شفر حاط أشياء كذا يعني يقول إذا اشتكت لك أنا بطالع في السناب أو كذا يقول. حبيبي والله ليه سماها رجحة؟ سؤالك هذا ترى يدخلك في متاهات يمكن يدخلك في قضية يمكن يدخلك في دعوة والدين إيه فأنت يعني تتجنب الشيء هذا فأنت اجعل اكتفاءه بينك وبين نفسك. لا تقعد يعني تسأل واجد وكذا وليه وكذا خلاص هو ظهر لك هذا أنت يعني اكتف فيه. لا تقعد يعني حاول أنك تتجنب يعني دعوة أو يعني هي حاجتين يا دعوة والدة يا دعوة قضائية في المحكمة وأنت كيفك يعني الخيار لك. طمشة كل اسماء حلوة ايه سلام عليك يا طمشة كيف حالك؟ عليتي يا طمشة عليتي والله انت حياتس سك يعني لا والله انت سيئة انت اسم سيء جدا والله سيء شلنا وحملنا يا الله طمشة كذا تحس فيه حساسية تحس في اسمك تحسين مرتبط بالحمية الخشم يعني ما قد شفت أسوأ من خشمي إلا اسمك مسكين طمشة يا الغالي ما بدلك طمشة عمري ما راح احب شرقتك ولا ودك وخلينا بسطها لك حتى انت تفهمها والله ما تتبسط الامور ورب المصحف ما تتبسط انت مو يا مهيم ما تجيني اعيبك كل حالي
شريكي انت بيني وتغلى وبك ما عندي ولا مقيدوني قيد الجمال بالصلاصون يا الله ويا خير وعلي خلاص تزوجنا ما عندهم حولك الله يعافيك وانا بيمك وانا جعل ابوك في الجنة والله ولو قيدوني قيدا غير راح استراح ماذا رايكم ويا خير وعلي يا عادل الناس والله ولو قوموا العبوا يا جماعة لا تمسوا على خير والله ولو قيدوني قيد الجمال بسلاسل والله ولو قيدوني يا عيال أنا لازم إني أقلب الكاميرا عشان ما حد يعرف طريق الاستراحة صح بنتقو جوك ضيفان اطرد الضيفان عشان تبث والله مراجل ميب سهل اي حواس على بالروح راجع اخبارك والله بخير يا جوان كيف حالك قوموا العبوا يا جماعة نتزفت أسألكم بالله يا عيال أقسم بالله يا ريجيل إن شفت لي تغريدة اليوم انضحكت منها
انضحكت منها يا ريجي الضحك. لا اله الا الله. يا ولد يا ولد الناس وجعانة. الناس وجعانة. اقسم بس انا انصدمت من واحد يا ولد والله اني اخابره كويس. يا ولد اشهد لله يا ريجي. تغيب من ناس انت تعرفهم زين. تغيب منه من هبل تعود عليه صاحي. من هبل تعود عليه تلقاه صاحي. وتروح الناس منهم صاحين تعود عليه تلقاه من هبل. فبالك بناس ورا الجوال. ما عيد علينا يا الله. وش اللي معيد؟ وش اللي معيد علينا؟ احنا مو كنا من كرة العائلة الله يلعنس. والولي ولا ابقى العالم منتهي. يود معقولة. يا ريجي للعالم العالم مهبلة. اقسم بالله يا ريجي. العالم منتهي. علي الحرام وطلاق ان العالم شط المخطاقه يا رجل. انا رجال ماني براعي سوشيال ميديا واجد يا اخي. يا اخي حريه شخصيه فيني يا اخي. ايش تبي مني؟ تطلب لي شيء انت؟ والله يا رجل ولا لكم دين علي ولا لكم دين علي. والله ما لكم دين علي. والله يا ريجي انا اول شيء معطي السوشيال ميديا حقها والله العظيم. ما يا اخي مهم منطقي الشيء اللي قاعد تقوله. مو منطقي يا اخي. انا يجيني والله العظيم انه يجيني اعلانات ويجيني شغل ويجيني اتفاقيات ما اروح لها. مجازي. وأدري أنها خيرها لي. أنا متأكد أنها خيرها لي. والله خيرها لي. متأكد بكل ما أملك من طاقة أن الخيرة دائم في مختار الله. بس مو منطقي يا أخي أن كل يا هذا ما سوى هذا ما أنا موجعه. منين عايش؟ ما الكلام هذا من 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 صدمة العقليات. أنا قاعد أسولف أنا من صدمة العقليات. من في ناس وجع يا أخي. ناس تعبان. ولكن الأشخاص هذولا يعني ينكدون على أنفسهم من نعمة الله اللي عليهم. فما بالك أنت يا بهاج. والله هو يمكر النعمة اللي معطيها الله سبحانه. تبي يعني ما يسولف فيك ولا تبيه ما. مع أني أنا بالنسبة لي أنا زاهد. والله يا ريجي لأني زاهد. مو باسم السوشيال ميديا. لا 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 الحياة كاملة. والله أنا في غضون. والله يا ريجي إنها في غضون أربع أيام شفت لي شيء أثر في حياتي تغير فكري. أقول لك أربع أيام الوقت تقريبا في الأربع أيام هذه اللي غير مفاهيم راسي يمكن مدته 50 دقيقة. 50 دقيقة بس. رحت للطائف أبي زاور واحد من الربع أسأل الله في هذه الساعة أن الله يشفيه ويعافيه. دخلت في سيب من يميني ومن يساري قزاز وراه ناس على أجهزة. قعدت تطالع في هذا مشيت شوي التفت يمين طلعت في ذاك التفت يسار طلعت في ذاك طلعت
أقسم بمن أحل القسم أني قعدت أمشي يا عيال عيوني تمشي لا شعوري أنا أمس عيني وعاين في الناس ودعيت لهم وطلعت رحت ركبت السيارة مشيت رحت للبيت حقه قعدنا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم حلو ثالث يوم رحت للرياض رحت ورجعت الديرة هذا رابع يوم نزلت المطار ركبت سيارتي رحت للسجن في ناس من الجماعة مسجن ما يقربوا لي لا لا بس من نفس القبيلة فدخلت عليهم في السجن وسلمت على هذا وسلمت على هذا وسلمت على هذا وقعدت أطالع في هذا شوي قابلوني يعني هم أصدقائي ولا حاجة بس شافوني في اثنين منهم بكوا أنت تزوري إيش تبي مني إنك تزوري إيش تبي قلت يا أخو جاي أسلم عليك وجاي أشوف أنت شلومك وجاي بس ما بيمك شيء وعايتك طلعت من عنده رحت وقتها كنت صايم آخر يوم في رمضان ورحت قعدت أفكر قلت يا أبو محمد قبل ثلاثة أيام كنت في العناية مركزة والآن أنت في السجن اطالع في ذا اطالع في ذا شوف كيف ربي أصطفاني من الناس دول أنت الآن اللي تسمعني جميلة أمل إس نواف نونا أنا ماني بالحالي ترى فيصل أنت معي صح؟ ندو أما كلنا الكلام اللي قاعد أقوله أنا أنت معي فيه ترى صح أنك ما عشت التجربة بس أنت معي أنت معي في نفس المكان ده إن الإنسان لربه لكنود ما معنى كلمة كنود أنت تدري إيش معناها يمكن كتير جاحد سلام عليك يا إسئي جحود يا سلام عليك هذا كلام ربي مو كلام بهاجي اللي في الباطن لا هذا كلام ربي سبحانه احمد الله واشكره على النعمة اللي أنت فيها احمد الله واشكره احمد الله واشكره الحمد لله رب العالمين الحمد لله ماني تعبان ولاني مسجون ولا 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 استشعر النعم اللي عندك اترك الناس يا رجل اترك بهاج ذا اللي ما يفتح بث ما يسنب ما يسوي ما يفعل اتركه يا شيخ أنا بعاين في نفسي احمد الله واشكره على هذه الساعة اللي احنا فيها استشعر النعمة والله احمد ربي واشكره يزيدك ربي فانا والله يا اخوان اني ما اكن لكم جميعا المحب اللي تحبني والله ما اكن لك الا كل كارهني والله ما اكن لك الا كل علم طيب والله ما اتمنى لك الشر انت يا كارهني اذا تسمعني والله ما ابي منك شيء وتراني مسامحك مرة 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 تعرف اللي مسامحك ولا بي منك شيء يا ولد احنا يا ولد انت همتك الدنيا احنا ما همتنا الدنيا والله ما هي بهمتني الدنيا ولا دريت عنها والله اننا نرجي ما عند الله سبحانه وكل شيء سامع عشان ما يتمادوا والله شوفي وانا اخوك انا ما عندي سالفه والله ما عندي سالفه ليش ما عندي سالفه الله يغفر كبار الذنوب كبار الذنوب الله يغفر لهم يسامع انا من انا زانيه سقت سلب يا ولد شوف الموضوع شوف رحمة ربي دخلت الجنة يا ولد أنا
حنا مغادرين من ذا الدنيا والله ما يبقى لنا مثقال ذر، والله ما يبقى لك مثقال ذر. وش يا أخو النبي، ويعني ارجع عند الله، تمنى الخير للناس يا ولد صدرك، والله اني اقولها وانا صادق، القلب والصدر نظف يا رجال، امر الله سعه، عش يا ولد، انبسط استانس، والله العظيم لا تركز على كل شيء. يا سلام يا شهيد، اشهد بالله انك صادق، كلام 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 شهيد، شكرا والله كلام منطقي، لا تركز على كل شيء، لا تبحث في معنى الكلام، ها يعني لا تبحث يا رجال، لا تقعد تبحث، تبحث ورا ذي وتجيب ذي وتحط ذي والله لا تبحث ورا الناس، لا تنبش، خلاص فلان قابلني بوجه طيب، خلاص واجب وجه طيب، انا العيال يهدون علي، ورب المصحف العيال يهدون علي في الاستراحه، عيال عمي اخواني، يا بهيمه فلان سمعنا ذاك اليوم يقولون فيه فلان انه سبك وما ادري ويش، ويقول مبهاج يسوي ومبهاج يفعل يعني يتهمني اتهامات قويه، اتهامات قويه جدا، قابله في زواج، قابله في عشاء، وسلم عليه كيف حالك عساك بخير وش علومك الله يعافيك، عيال عمي يعني وراي يحترقون، وانا اتركه يا رجال اتركه، اقابله يعني جايني رجل ثقه يعلمني، يقول يا ابو محمد ترى فلان يمشي في المجالس وفي الاستراحات في الدير، هنا يمشي في الدير وفي الاستراحات تكلم بيك، ترى يقول كذا يقول كذا يقول كذا، وانا اجعتني اني شفتك ذاك اليوم واقف معه عند البقاله تسولف معه، واحتسرت وجيت وعلمتك، انا ماني بنمام بس جيت احذرك من الشخص هذا، يقول الله يرضى لي عليك يا رجال، يا رجال اتركه بس ما عندي سالفه يا رجال، طقوه بس سحبله سحبله، اقابله اليوم الثاني حياك الله كيف حالك طيب، اتركه 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 اتركه، والله العظيم اني اقولها وانا صادق، اترك يا رجال، بلد الرسول، الرسول اللهم صل وسلم عليه ما يقول الا ما قاله ربي سبحانه، حذفوه وعاقبوه وشتموه به وقالوا انه ساحر وانه خل عاد انا من انا، فإذا انت انظر في نفسك انظر في الدنيا وانظر وين الأهل وين الشيبان وين الربوع وين الجمايع وين، خلاص كلهم راحوا في حالهم ولا عاد بقى أحد، وأمر الله من ساعة، أسأل الله في هذه الساعة في هذا اليوم أن الله يسعدكم جميعا، وأن الله يرفع عنا وعنكم، وأن الله لا يرينا ولا يريكم مكروه، وأن الله يسعدكم ويوفقكم ويرزقكم كل أبوكم كل من يسمعني، أسأل الله في هذه الساعة أن الله يرزقكم كلهم ولا يريكم مكروه، وسعوا خطركم، والله العظيم وأقسم بالله أني لو أقدم من نيال باب مكة أني ما نمو فيكم حقكم، ما مستعيل والله العظيم أني فلا أنظر لكم، أني فلا أنظر لكم ألا نظرة أخ، الرجال أخوي والبنت أختي وكبير السن أخوي الكبير وكبيرة السن أختي الكبيرة، ولا أبي منكم طالت أعماركم سوى سلامتكم ورضاكم، والله العظيم أني ما أبي ودي أزيدكم منقصكم، هذا والله اللي أقوله وأنا والله صادق، أنا والله أني أشوف أني ما قدمت لكم شيء، أنتوا هل الفعل وأنتوا هل التقديم وأنتوا، ولا ودي نحد يضيق خاطره عشاني أنا، وسعوا خطركم، والله العظيم أقسم بالله أني أشفق لكم مثل ما أشفق لأخواني عيال بوي، والله العظيم اني ما شفت عيال بوي، والله العظيم ان اسماءكم مستعاره، لكن اشهد الله علي شهاده حق اني اكن لكم كل الغلاء والتقدير، ولا هو بلحقني فيكم شكه، والله ما يلحقني فيكم شكه، اسال الله يرحم والدينا ووالديكم، اسال الله في هذه الساعه ان الله يسعدكم جميع، الساعه معكم والهرجه معكم لها طعم، والله لها طعم اقسم بالله، والله العظيم اني برقد ما عاد اشوف، قلت اود باخذ محم حتى يكلمني، قال اخوي يقول ارقد يا ولد صارت جمعه بكره، قلت اود بتهرج محم، ذا كان نص ساعه بس، نص ساعه بس، والله العظيم ورانا صلاه بكره والبثوث قادمه،
هذا وعد مني أنا أوعدكم إياه، البثوث قادمة بالساعات، ومصورة بدرية يا مرحب بالساعات، أنا أوعدكم وعد أن البثوث القادمة بالساعات وراجعين وبقوة بإذن اللي ما تنام عينه. عسى الله يرحم والدينا ووالديكم الوعد. لا أبشر يا أخي شمية ليا مدهال لبق قلبك. متى؟ قريب ميم والله قريب، يمكن نبدأ من بكرة، والله نبدأ من بكرة السوالف والعلوم كل علم طيب اللي يجود لنا ولكم. تم يا ربي تمكم جميع. لا تنسونا من خلص دعواتكم، اذكروني يا الربع بدعوة، والله إن ما نحتاج إلا دعوة والله العظيم. لا تنسوني، اذكروني، اذكرون الله يرحم بوس، اذكروني موفق سبتمبر الله يسعدك يا حبيبي. اذكروني بدعوة في ظهر الغيب، رنيم الله لا ينسى من العايدين لكم جميعا. لا أقول لكم وداعا ولكن أراكم على خير يا أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد.